مدارس حكومية لم ترى النور منذ أكثر من 10 سنوات، والتي كانت ضمن مشروع التعاقد بين وزارتي التربية والصناعة والمسمات بمشروع رقم واحد. مديرية تربية النجف أعزت السبب إلى التلكؤ الحاصل بين الوزارتين للأمور المالية ومشاكل المستثمرين. كان عقد يعني بين وزارة التربية ووزارة الصناعة على أنه يكون عمل حكومي، والعمل الحكومي يكون أكيدا أفضل من العمل الخاص، فحصل تلكؤ بأمور حسابية يظهر أو أمور تعاقدية بين الوزارتين في ذلك الوقت، ومن ثم حصل تلكؤ من بعض الشركات العاملة في هذا المشروع، مشروع رقم واحد. الحكومة المحلية في المحافظة وصفت المشروع بالفشل إسوة ببقية مشاريع الحكومة الاتحادية، كما طالبت الحكومة المحلية مجلس الوزراء بأن يتخذ إجراءات قانونية بحسم الموضوع ومحاسبة المقصرين وأعادة الأراضي لاستغلالها بالعروض الاستثمارية الأخرى. من المشاريع الفاشلة اللي يعني تقوم بها وزارة التربية ووزارة الصناعة، ليس هو المشروع الواحد فقط، وإنما كثير من مشاريع الحكومة الاتحادية اللي تنفذ عن طريق الحكومة الاتحادية مشاريع متلكئة وقسم منعتها فاشلة. يعني مو كان يوم ابني أو أخويا يطلع من بيته، المدرسة قريبة، احنا جاي نخسر خطوط المدارس، المناطق أبعد، وهذه هياكل 38 هيكل، كل شعبة شيلها من 50 إلى 40 طالب، ايش قد تفك اختناقات محافظة النجف الأشرف بالمدارس. تخبط وتخطيط غير مدروس من قبل الوزارات أدى إلى إهدار في المال العام ونقص حاد في المدارس الحكومية التي بقيت عبارة عن هياكل ومكب للنفايات. من النجف الأشرف، وسام الجبوري، روداو عربية.